اليوم نراجع حرف الجيم. اليوم سنراجع حرف الجيم. هيا بنا نكتشف الجملة. مدينتنا جميلة. نريد قراءة الجملة. مدينتنا جميلة. كم تحتوي هذه الجملة من كلمة؟ تحتوي هذه الجملة على كلمتين. الكلمة الأولى مدينتنا، الكلمة الثانية جميلة. أعيد، الكلمة الأولى مدينتنا، الكلمة الثانية جميلة. الآن سنقوم باستخراج الكلمة الثانية جميلة ونقوم بتقطيعها إلى مقاطع صوتية. كم تحتوي هذه الكلمة من مقطع صوتي؟ الآن سنكتشف ذلك بالتصفيق. جميلةً. أعيد، جميلةً. إذن تحتوي هذه الكلمة على أربعة مقاطع صوتية. المقطع الأول جا، المقطع الثاني مي، المقطع الثالث لا، المقطع الرابع تن. أعيد، المقطع الأول جا، المقطع الثاني مي، المقطع الثالث لا، المقطع الرابع تن. الآن سأقوم بالمحو التدريجي للمقاطع الصوتية. سوف أقوم بمحو الصوت الأول تن تن. تبقى جميلة، تبقى جميلة. الآن سأقوم بمحو الصوت الثاني. ماذا يبقى؟ تبقى جميل، جميل. الآن سأقوم بمحو الصوت الثالث. ماذا يبقى؟ يبقى جا، يبقى جا. الآن سنقرأ الكلمات تتضمن حرف الجيم. الآن سنقرأ كلمات تتضمن حرف الجيم. جرس، مسجد، ضجيج، سرج. أعيد القراءة. جرس، مسجد، ضجيج، سرج. نعود إلى الكلمة الأولى جرس، جرس. أين يقع حرف الجيم في الكلمة الأولى؟ في أول الكلمة. يقع حرف الجيم في الكلمة جرس، في كلمة جرس، في أول الكلمة. نحوط على حرف الجيم في أول الكلمة. الآن ننتقل إلى كلمة مسجد، مسجد. أين يقع حرف الجيم في كلمة مسجد؟ يقع حرف الجيم في كلمة مسجد في وسط الكلمة، في وسط الكلمة. نحوط على حرف الجيم في كلمة مسجد. الآن ننتقل إلى كلمة ضجيج. أين يقع حرف الجيم في كلمة ضجيج؟ يقع حرف الجيم في كلمة ضجيج في آخر الكلمة متصل، في آخر الكلمة متصل. نحوط على حرف الجيم في آخر الكلمة متصل، في آخر كلمة ضجيج متصل، متصل. الآن ننتقل إلى كلمة سرج، كلمة سرج. أين يقع حرف الجيم في كلمة سرج؟ يقع في آخر الكلمة منفصل، يقع في آخر الكلمة منفصل، منفصل. هيا نقرأ مع بعض حرف الجيم مع الحركات القصيرة، مع الحركات القصيرة والحركات الطويلة والتنوين. أعيد، الحركات القصيرة والحركات الطويلة والتنوين. هيا نبدأ. الجيم عنده فتحة، نقرأه جا. الجيم عنده فتحة، نقرأه جا. الجيم عنده ضمة، نقرأه جو، نقرأه جو. الجيم عنده كسرة، نقرأه جي.
الجيم عنده كسرة متصل نقرأه جي. الجيم عنده كسرة منفصل في آخر الكلمة نقرأه جي. أعيد جا. الجيم في آخر الكلمة الجيم في أو عفوا الجيم في أول الكلمة عنده فتحة نقرأه جا. الجيم في وسط الكلمة عنده ضمة نقرأه جو. الجيم في آخر الكلمة متصل نقرأه جي. الجيم في آخر الكلمة منفصل نقرأه جي. الجيم عنده فتحة ومد بالفتحة نقرأه جا. الجيم عنده فتحة ومد بالألف نقرأه جا. الجيم عنده ضمة ومد بالواو نقرأه جو. نقرأه جو. الجيم بالكسرة الجيم عنده كسرة ومد بالياء نقرأه جي. الجيم بالكسرة الجيم عنده كسرة ومد بالياء في وسط الكلمة نقرأه جي. الجيم عنده كسرة ومد بالياء في آخر الكلمة نقرأه جي. الجيم بالتنوين نقرأه جن. الجيم بتنوين الفتح نقرأه جن. الجيم بتنوين الضم نقرأه جن. الجيم بتنوين الكسر نقرأه جن. أعيد. الجيم بتنوين الفتح نقرأه جن. الجيم بتنوين الضم نقرأه جن. الجيم بتنوين الكسر نقرأه جن. ولا ننسى السكون أضعف الحركات نقرأه أج. نقرأه أج. نعيد القراءة مع بعض. جا جو جي جي جا جو جي جي جن 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 أج.